جاكم فريد من خلال ميكروتكوميك مع انفاس. كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس. سولناهم الى تلاقيتوا مع رئيس الحكومه هذا اللي غيولي جديد فاس فاس، اشنو غطلبوا منه؟ كل واحد كانت الاجابه ديالو بكل تواضع. السلام عليكم. عليكم السلام. وكيدير؟ لاباس بس الحمد لله. بكل تواضع الى تلاقيتي مع رئيس الحكومه هذا اللي غيولي جديد، عرفت اشنو غطلب منه؟ الطرف ديالي الوحيد هو يصلحنا غير البلاد. صافي الطرف الوحيد هو يصلح البلاد. يصلح البلاد مناش يصلحها يقعد لينا المسائل وصافي، راه يسد الحفاري. يسد الحفاري راه كاينين المواطنين خاصهم يخدموا، كاين بزاف الحوايج. هذا هو الطلب ديالك؟ هو الطلب ديالي. زعما ما تطلبش حتى على راسك شي حاجه؟ شوف الا نطلب على راسي انا، انا راني واحد ولد الشعب بحالي بحال المواطنين كاملين. كاملين ولاد الشعب بكل تواضع. كنا ولاد الشعب. الى يصلح لنا البلاد راه حنا كنا ولاد الشعب، كنا بحال بحال. انت باغي مصلحه البلاد هي الاولى. مصلحه البلاد كلها هي الاولى. برافو عليك بكل تواضع. تحياتي تحياتي. بكل تواضع تلاقيتي مع رئيس الحكومه ديال اللي غيولي جديد، طالع في شي سانسور في شي موبل وتساطحتي معاه، اش غتطلب منه؟ انشاء ملاعب رياضيه بكل مستويات. لاننا ملاعب عن قرب ولا عن بعد؟ ملاعب قرب وملاعب، ونتمنى تكون واحد سميتو الملاعب، وخصوصا الدراجه الهوائيه. الاخ تكويري ولا انا؟ دراج كويري كندير جميع الرياضه. ميلونج ميلون جميع الرياضات. هنا كرة القدم، عندنا ملاعب كرة القدم، صراحة كنتمناو تكون عندنا شي ملاعب أخرى. عندنا مواهب، عندنا مواهب شابة وقادرة تعطي في المستقبل. وجينا من الآخر، أش غتطلب منه لك أنت؟ لا أنا ما نطلب 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 الحاجة، ما كنفكرش في المصلحة الشخصية ديالي، كنفكر في المصلحة العامة. بكل تواضع. بكل تواضع، وتكون الصحة والتعليم أولاً. تحياتي. قولي لي شنو نقول لك؟ بكل تواضع. التواضع. إلا تلاقيتي مع رئيس الحكومة اللي غيولي جديد، أش غتطلبي منه؟ يعاون الشعب شوية، ياك يتعاون مع الناس ومع كل شيء. مع كل شيء. مع كل شيء. ويتعاون معك حتى أنت. وانت اش غطلبي منه لك انت؟ انا عاونه مع الشعب صافي. انت باغاه مع الشعب بكل تواضع؟ اش باغا تهربي؟ جينا من الاخر، اش غطلبي منه؟ تنطلب منه يخدم كل شيء. يخدم كل شيء بكل تواضع. كل شيء. تحياتي. تحياتي. قول لي الا تلاقيتي مع رئيس الحكومه هذا اللي غيولي جديد، مثلا طالع في سانسور وتساطحتي انت وياه، اشنو غتطلب منه بكل تواضع؟ بكل تواضع، هو رئيس الحكومه، هو اولا يعتني بالشباب، خصوصا الجمعيات يدعمهم، يعطيهم واحد التمويله باش يخدموا لهذ البلاد. يعتني بالشباب. الشياب لا. والشياب بطبع الحال، حيت الشباب هما اللي غيوضعوا يدين في الشياب. هما اللي غيهزوا الشياب. هما اللي غيهزوا الشياب، حيت اي دوله كتعتمد على الشباب والتعليم والصحه. بكل تواضع. بكل تواضع. علاش؟ جينا من الاخر، انت اش غتطلب منه؟ انت اش غتطلب منه؟ انا بطبع الحال غادي نطلب شي وظيفه، المهم نعيش بها على قد حالي. صافي طلبها وظيفه. نطلب وظيفه صافي، هذاك هو نخدم صافي. بكل تواضع. بكل تواضع. ولا شي استاذ في شي ماده تربيه الاخلاق. تحية. ولا التربيه البدنيه بحال هكا، هذا هو كل شيء. التربيه البدنيه. يعني بالطبع الحال. طلب منه تولي استاذ في التربيه البدنيه. تابع هذا هو امكانياته باش. بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. تحياتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وكيدير الشريف؟ بخير. يلا فايقوا. لا فايق بكري، دائما كنفيق. بكل تواضع. دائما كنفيق بكري. قول لي الا تلاقيتي مع الرئيس الحكومه اللي غيولي جديد، مثلا تلاقيتي معاه في شي زنقه ولا في شي موبيل طالع في السانسور وتلاقيتي معاه صدفه، اش غتطلب منه؟ ما نطلبوا يخدم البلاد. هو راك هو راجع، هو بدا اول مره خدام مزيان اللي كنشوفوا حنا بعينينا، كيعامل الناس الفقراء قام خدمهم، وكون كانوا كاع الوزاره بحالو الفلوس ما يخرجوهاش برا، يخليوها هنا لداخل ويخدموا البلاد، نزيدوا لقدام. هذا راجل مزيان صالح لينا للبلاد. بكل تواضع. الله يزيد في ديالو، خدام مزيان، عايشه معاه بزاف ديال الناس اللي عايشين معاه. وانت اش غتطلب منه لك انت؟ ما عندي، ما نطلب من عنده، نطلب الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يعطيني. العطي الله سبحانه وتعالى. العطي الله. بكل تواضع. هو ذاك الشيء اللي عطى لي الله سبحانه وتعالى، حنا راه ربي كيعطينا. تحياتي ليك. تحياتي. السلام عليكم.